وخصوصا فريق فيه كلوب، واحد من الفرق التي يعني خلال السنوات باك. ولدينا طبعا واحد من الاسماء الجميله والرائعه ما كوبي يلعب الكره العرضيه، خروج ممتاز كان موجود، وتمريره داخل منطقه الجزاء الى حارس، وسهل الكره، سهل الكره لحارس المرمى، نقله كانت حاضر يعني معاهم ايضا سوسة، وثلاثي الهجوم لأولو. الكره داخل منطقه الجزاء، التغطيه من باسكال واو، انتظار لهذه المباراه، تلعب الكره داخل منطقه الجزاء، التمريره ملعوبه لعن، يعني استغرب بعض الاحيان اعتقد ان الصوره بالنسبه لها، محاوله ملعوبه والعرضيه داخل منطقه الجزاء والفرصه لهدف التسديد والى خارج، ايها الاحباب المحاوله هنا والفرصه لتسديد لكن سهله سهلة 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 لحارس البر مانغويا، الكرة اليوم من جانب مانغويا، وهنا المرور والكرة العرضية للاستلام التسديدة، ولكن يأتي الإبعاد بعد ذلك، وكرة هنا للأمام محاولة داخل منطقة الجزاء، الفرصة لتسديدة ولكن بالشباك الخارجية من جانب كلالا. شوف هنا الاستلام، كلا الفريقين كل منهم إلى الآن يستعرض ضياع الفرص، ود إلى وسط الملعب، كرة هنا للأمام ومحاولة للإبعاد، ولكن مباشرة البحث عن كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية، محاولة للمرور والتقدم والتمريرة والتسديدة، يا راجل يا راجل يا راجل، مرت وعادت بعد في الإعادة، هنا الكرة الحاضرة أمامنا والمحاولة الموجودة، لاعب أمام المرمى، التمريرة العائدة وكرة للأمام، ومحاولة للتقدم هنا داخل منطقة الجزاء البحث عن تسديدة، لكن كما هي العادة والتمريرة العرضية داخل منطقة الجزاء البحث عن رأسية، أيضا يأتي الإبعاد، أيضا يأتي الإبعاد من تشيلا، آخر الحال على ما هو عليه أيها الكرام أيها الأحباب، العرضية داخل منطقة الجزاء باسكال واو في الإبعاد عن طريق ليبونغا، والمحاولة هنا للمرور، ما زالت التسديدة، الله للوسط، وكرة حول منطقة الجزاء، بعيدة بعيدة بعيدة، تعود مجددا للأمام، هنا محاولة الانطلاقة والبحث عن تمريرة والفرصة لتسديدة، لكن 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 تبعد كرة داخل منطقة الجزاء، المحاولة ملعوبة والكرة الرأسية إلى حاولة، ما زالت مبعدة، تبعد تبعد، كرة تعود الى احضان حارس المرمى، محاولة ملعوبة، وهنا التسديدة والهدف الاول ياتي، اخيرا ياتي الهدف، ياتي الهدف اخيرا بعد طول انتظار، بعد طول انتظار اخيرا ياتي الهدف، وتاتي الفرحة من جانب فريق سيمبا، يضعها لويس مقدون، اخيرا يدون الهدف، لويس يدون الهدف، ميغويسون يدون الهدف في الشباك، يدون الهدف في الشباك، شوف الإعادة، الانطلاقة للأمام والتقدم من جانب فريق سيمبا، التمريرة ملعوبة والتسديدة مباشرة والكرة في الشباك، حاول حول منطقة الجزاء وفرصة التسديدة، الله ياتي الرد، ياتي الرد من جانب فريق فيتا كلوب بتسديده رائعه رائعه رائعه، ياتي الرد مباشره، ياتي الرد مباشره، تسديده اتت بصوره جميله وبصوره رائعه 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 رائعه، اتت بصوره جميله وبصوره رائعه ومباشره مباشره، نعم حاولت المرور والانطلاقه هنا موجوده امامنا، والكره تمر بعد ذلك، تمر بعد ذلك الكره، كره حول منطقه الجزاء، المحاوله والفرصه هنا موجوده للثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، لكن الابعاد، الابعاد بعد ذلك امام الابعاد، تعود مباشره، البحث هنا عن المرور والتقدم، العرضيه والابعاد، وهنا الكره الضائعه والفرصه الضائعه،
عن طريق الحاضر امامنا ماساسي يلعبها للامام. ماساسي مرير لكن طالت الكره. خطا هنا موجود والمحاوله لتسديد لكن سهله الكره. محاولة الانطلاق والبحث عن كرة عرضية ما زالت موجودة. التقدم للأمام والكرة العرضية ملعوبة. تبعد وتمر مباشرة. تبعد العرضية داخل منطقة الجزاء والإبعاد يأتي بعد ذلك. والإبعاد على المباراة حتى الآن لا جديد يذكر. حول منطقة الجزاء للمرور من جانب اللاعب الجميل والراقي في أداء تشاما. وهنا الفرصة للهدف. هنا الاستلام والتسديد. الله شاما يضحى في الشباك مباشرة. يضحى بصورة جميلة وبصورة رائعة. هنا الفرح الكبير جانب فريق سيمبا. بالإعادة الكرة الموجودة المحاولة اللي أتت مرور بصورة ممتازة ومباشرة الكرة في الشباك. رغم التلاعب ده ما فيش حاجه. ودنا marked a location. ودنا عز عليك على محمد. تعال يا ابني محتاج. تعال يلا بينا حسين. Thank you.